مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده فيه كلام كتير جدا عن شكل الدوري العام بعد مباراه دجله والنجوم اللي اقيمت قبل قليل وانتهت اخيرا بفوز دجله بهدف نظيف يحصد 3 نقاط من اول مكسب ليه في الدوري العام. هنتناقش مع حضراتكم في كل شكل الدوري العام في الاسابيع الاخيره مع نجوم الاهلي ونجوم مصر ونجوم الاستوديو التحليلي كابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام. ان شاء الله نتكلم معاهم في كل التساؤلات الخاصه بحضراتكم، كمان هنتكلم اكيد عن ماتش الاهلي وحوريه الغين ان شاء الله يوم السبت الساعه 9 مساء، ويبقى معانا بعد قليل عميد محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الاهلي عشان يقول لنا اخر التطورات في موضوع التيكت والجماهير وكمان نظام اللائحه الاساسي النادي الاهلي واللي الكل بيتساءل عنه. ان شاء الله تكون حلقه مميزه، كمان معايا فيديو مميز جدا جدا اعرضه لحضراتكم عشان تشوفوا ان الاعاقه ليست اعاقه جسديه ولكن الاعاقه اعاقه يعني بتبقى في التفكير والذهن. معايا فيديو جامد جدا جدا اكيد هيستحوذ على قلوب كل المشاهدين بعد ما تشوفوا هذا الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم بعد ما اقول لكم اخبار النادي الاهلي اللي اكيد برضو مستنيينها. الاهلي طبعا بكره ان شاء الله هيدخل في تدريب مسائي في الخامسه بعد العصر وان شاء الله هيدخل على معسكر باحد فنادق القاهره استعدادا لمباراه الاهلي وحوريه الغيني في ربع نهائي دوري الابطال. مباراه كلكم بتستنوها وانا عارف كلكم كمان، احنا كمان هنا في قناه النادي الاهلي بيبقى قلبنا قبل المباراه كده بيبدا يدق زياده، عارفين مباراه مهمه، عارفين ان كل الجماهير بتستناها، احنا كمان بنستناها. وحشتنا قوي الاميره الافريقيه، وحشنا كمان كاس العالم للانديه، وحشنا طموح النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله رجاله النادي الاهلي يبقى عند حسن ظن الجميع. ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم الفريق هيدخل بكره في معسكر مغلق باحد الفنادق استعدادا لهذه المباراه. ده اللي قاله باتريس كالترون ومحمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره بعد التدريب غدا ان شاء الله يدخلوا في معسكر لهذا اللقاء الهام جدا. الشناوي كمان اصبح جاهز للقاء بعد ما تعرض لكدمه في الركبه على اثرها استبعده الدكتور خالد محمود من المران خوفا لتفاقم الاصابه. قال له يلا بينا، مش عايزين اي حاجه تانية، مش ما عندناش استعداد نخسر لعيبه، عندنا اصابات كتير جدا، مش عايزين نخسر كمان حارس زيك. ان شاء الله بكره يكون متواجد في التدريب الجماعي للنادي الاهلي ويكون جاهز لمباراه حوريه الغيني يوم السبت الساعه 9 مساء باذن الله. ده اللي قاله خالد محمود طبيب النادي الاهلي. ايضا ناصر ماهر بيتعافى من الاصابه اللي لحقت بيه، كانت اجهاد، مش هنقول اصابه، هنقول اجهاد في العضله الخلفيه، لكن ايضا الجهاز الفني بقياده باتريس كالترون فضل اراحته خوفا من تفاقم الاصابه، ودي حاجه صحيه جدا وحاجه مطلوبه خصوصا ان احنا شايفين كل اللعيبه يعني ربنا يبعد عنها الاصابات، كله داخل في دوامه اصابات كده، مش عارف ده حسد بقى ولا ايه، عايزين نتبع حاجه ان شاء الله نبعد عننا الموضوع الاصابات ده. سعد سمير ونجيب ويعني لعيبه كتيره جدا او لعيبه مهمه جدا. ان شاء الله يكون جاهز لمباراه العوده. وانا قلت لكم ناصر ماهر واتكلمت فيه كتير جدا امبارح، ناصر ماهر محتاج مسانده جماهيريه اهلاويه في المقام الاول والاخير، مش عايزه يسمع لاي حد، مش عايزه يسمع الاراء اللي دايما بتكون هدامه مش بناءه. ناصر ماهر لعيب مميز جدا، لعيب موهبه عاليه جدا، انا دايما بقول له الكلام ده لان المفروض ان احنا نقول الكلام ده هو يستقبله استقبال ايجابي وليس سلبي، استقبال ايجابي ان هو يرفع من معنوياته كلام كل الناس ان هو لعيب مميز، استقبال سلبي ان هو ياخد الكلام بقى ويعيش ان هو لا انا بقيت نجم وانا وانا وانا، والكلام ده الحمد لله مش متواجد في لعيبه النادي الاهلي بصفه عامه. ان شاء الله الناس ناصر يكون عند حسن ظن الجميع ويقدم مباراه مميزه جدا. سعد سمير كمان بيخضع لاختبار طبي غدا لتحديد موقفه امام حوريه الغيني. سعد سمير مدافع ايضا من العيار الثقيل تعرض لشد في العضله الخلفيه، اعتقد ان هو ممكن يبقى بعيد شويه عن المباراه لان العضله الخلفيه زي ما قلت لحضراتكم امبارح ايضا عضله بنقول عليها عضله خداعه شويه، ان انت تحس ان انت بقيت سليم وتنزل التدريب وتحس بالامها مره ثانيه بس بيكون الالم أكبر شوية. إن شاء الله يتعافى سعد سمير يا رب يلحق المباراة، ولكن موضوع بعيد شوية لكن في إطار استعادة أو في إطار علاجه إن شاء الله الطبيعي. السلية كمان أيضا يبقى بعيد عن المباراة، بيبدأ تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الصباحي لفريق النادي الأهلي. بدأ عمرو السلية بالجري حول الملعب استعدادا للتأهيل والتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بشد في العضلة الضمة. عارفين أن السلية
يعني كان تعرض للإصابة دي وهيغيب عن مباراة فريقه المقبلة إن شاء الله يوم السبت. كنا عايزينه طبعا، عايزين كل اللعيبة، لكن خلاص قدر الله وما شاء فعل. النجم الكبير ومحبوب الجماهير الأهلوية وعشاق الأهلي ومعشوق الأهلوية كمان، المدرب الكبير جدا مانويل جوزيه، أيقونة النادي الأهلي واللي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي والناس عشقته باللي عمله مع النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته وحبه للجماهير الأهلوية، حبه للنادي بإخلاص جدا جدا جدا. النهارده مانويل جوزيه حضر التمرين للنادي الأهلي تحفيزا للاعبين علشان المواجهة اللي جاية إن شاء الله، عارف إن هي مواجهة بتبقى صعبة جدا، مواجهة مؤثرة جدا، خلاص بنلعب في الأدوار الأخيرة. عشان كده مانويل جوزيه المدرب العظيم للنادي الأهلي حضر النهارده تدريبة النادي الأهلي واتكلم مع محمد يوسف واتكلم مع باتريس كالترون، يعني حاجة تحفيزية جدا، حاجة كانت مهمة جدا. أعتقد إن كل اللعيبة استقبلوا مانويل جوزيه بترحاب شديد جدا، وأعتقد إن هو رفع من الحالة المعنوية للاعبين. مانويل جوزيه مش محتاج ان انا اتكلم عليه، مخلص جدا وعاشق للنادي الاهلي وعاشق كمان لتراب النادي الاهلي، وعمل مع النادي الاهلي انجازات لا تحصى ولا تعد وحاجات جميله جدا، وطلع لنا نجوم كبيره جدا، يعني منهم النجم الكبير محمد ابو تريكه. حريه الغيني هتدرب او تدرب على ملعب مدينه نصر النهارده بعد العصر، هتدرب على ملعب السلام في التاسعه مساء الجمعه موعد المباراه. لازم طبعا يتمرن على الملعب اللي هيتلعب عليه المباراه، وهيتمرن كمان في نفس ملعب في نفس توقيت المباراه. قلنا واتكلمنا على حريه الغيني وهنتكلم عليه كمان مع ضيوفي الكرام، فريق مش عنده تشتيت قوي، فريق منظم هجوميا لكن عنده ثغرات دفاعيه كبيره جدا ممكن يستفيد بها النادي الاهلي ولازم يستفيد بها النادي الاهلي، وهنتكلم كمان بالتفصيل مع ضيوفي الكرام. ايضا الاهلي بيعلن الصيغة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي، هقول لكم الخبر بالتفصيل، وكمان هيبقى معايا ويشرفني العميد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الأهلي علشان يوضح لنا اللي حصل بالظبط في الآونة الأخيرة. الإدارة التنفيذية النادي الأهلي قامت بعد ظهر اليوم بنشر الصيغة النهائية لمشروع النظام اللائحة الأساسي للنادي الأهلي على لوحة الإعلانات بالفروع الثلاثة وفي توقيت واحد، حتى تكون في متناول الأعضاء للاطلاع عليها قبل التصويت على مشروع اللائحة في يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والمحدد له إن شاء الله يوم 28 من سبتمبر الجاري. هذا وقامت الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان بطباعة 30,000 نسخة من مشروع اللائحة في شكله النهائي، وبدأ توزيعها على الأعضاء مجانا ابتداء من الغد، أو سيبدأ توزيعها على الأعضاء ابتداء من الغد. أعتقد أنه مشروع اللائحة عملوا فيه كل حاجة ممكن تتخيلها أو ممكن تفكر فيها كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته الموقر، عملوا كل حاجة ممكن حد تيجي في دماغه، طرح اللائحة على الأعضاء على الأشخاص الهامة جدا، يعني كل حاجة عملها بصراحة عشان يعمل لائحة تليق باسم النادي الأهلي وتليق بأعضائه الموقرين. إن شاء الله تكون حاجة مميزة جدا زي ما النادي الأهلي معودنا دايما. هتكون في متناول الأعضاء 30,000 نسخة ابتداء من الغد إن شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين صور قدام حضراتكم توثيقية لكابتن محمود الخطيب أثناء مناقشته لنظام اللائحة الأساسي.